تقول السائلة بأنها امرأة أمريكية مسلمة تسكن مع أمها الكافرة، والأم تقوم بتربية الكلاب، وأحيانا يسقط شعر هذا شعر الكلاب في البيت وفي السيارة، حتى أنها تشعر أنه يلتصق أحيانا بعباءتها. السؤال: هل شعر الكلب نجس؟ وإن كان نجسا كيف يكون تطهيره؟ شعره اليابس، الشعر اليابس ليس نجسا، أما إذا كان متبللا بالماء فإنه نجس. وهذه المرأة إن استطاعت أن تنعزل عن أمها وتكون في مسكن نزيه ونظيف وبعيد عن الكلاب، أو غرفة على الأقل يكون لها غرفة من البيت مصونة لا تدخلها الكلاب، يجب عليها ذلك.